إذا تحية طيبة لمتتبعي قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر كما تشوفوا الآن حنا في القلب ديال مقاطعة سيدي سليمان علي مدينة مراكش. كما تشوفوا الآن يعني الباشا سيدي سليمان علي وكذلك رجال السلطة القوات المسلحة عفوا القوات المساعدة. تشوفوا التصفيقات ديال المواطنين على المجهودات التي تقوم بها السلطة الآن. الله يعطيكم الصحة تحية لكم إخواني المواطنين أخواتي المواطنات. والله العظيم إن عبرتوا على مستوى حقيقي ديال المواطن المغربي. صفقوا الإخوان يا غادي تطلبوا من الشراكة صفقوا وزغلتوا على اليمن صفقوا وزغلتوا مزيان ما سمعت والو. يا غادي إخوان يا غادي اليمن زغلتوا وصفقوا هكاك الله يجازيكم بخير. تحياتي لكم. هذا هو المواطن الصالح اللي تنقلبوا عليه. هذا هو المواطن المغربي اللي بغينا. هذا هو المواطن المغربي. كلكم حيوا هاد القوات اللي خدامه معاكم ليل ونهار وكتحافظ الفيروس البيولوجي اللي باقتنا جميع لكن بالقوه ديالكم وبالشهامه ديالكم وبالمواطنه ديالكم ما تنتصر عليه. يلا الاخوه اللي فوق تحيه لرجال السلطه. شوفوا انهم المواطنين ملتزمين هنا في سيدي يوسف الا بعض الشباب الله يهديهم. يعني الطور ديال يعني التصفيقات ديال المواطنين الان على السلطات